السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع ده سينجلينك، ده بيديني فرصة ان انا اعمل دروس تعليمية تفاعلية، يعني تبقى صورة مثلا زي كده وفيها نقاط، فالطالب يدوس على نقطة يطلع له صورة، يطلع له صوت، يطلع له كلام، يطلع له فيديو، بحيث ان هو يبدأ يتفاعل مع الدرس ويبدأ ان هو مثلا ممكن يقول ان انا مثلا درس خريطة العالم وكل دولة فيها نقطة، فلما يدوس على النقطة دي تفتح له معلومات عن الدولة دي. فده هيبقى سهل جدا وبسيط من غير ما تكتب كود او من غير ما نقعد نتعلم حاجات صعبة، لا هتلاقي الموضوع سهل جدا وبسيط زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي. تمام، طيب خلينا نقول له تراي فور فري، بيقول له يدخل بالاكونت بتاعك، بيسألك بعض الأسئلة البسيطة. تمام، معلومات عنك وعن الاستخدام بتاعك وهكذا، السكول نيم، السبجكت اللي انت عايز تشتغل عليه، السكول نيم مثلا سماح ان، وبعد كده بيقول لك انت عايز تبدأ ازاي. فممكن اقول له ان انا عايز ابدأ بصورة، خلي بالك ان هو ممكن يعمل لك صورة فيرشوال تور 360، ممكن يعمل لك فيديو او 360 فيديو، ممكن يعمل لك في ار، ممكن يعمل لك 3 دي موديل، ممكن يعمل لك سيناريوهات، ممكن يعمل لك جايد تاور، كل حاجة دي يقدر ان هو يعملها لك في خريطة هي. بس خلينا نبدأ بأبسط حاجة اللي هي موضوع ان احنا نعمل صورة، فبيشرح لك فيديو ازاي هتعمل الصورة ديت. عنده شوية صور ممكن ان انت تستخدمها، او ممكن اقول له عايز اعمل ابلود، وخلينا نشوف اي صورة عندنا على الكمبيوتر. وليكن مثلا همسك الغرفة دي وابدأ اشرح عليها، بيبدأ يحمل الصورة اهوت. اقول له كونتينيو، نبدأ بقى نقول له اضف علامات. العلامة مثلا هنضيف علامة مثلا هنا، تقدر تحطها في اي مكان وليكن مثلا هنا. طيب دي بقى تقدر تقول له انا عايز اضيف نص وسايط او تسمية نص او محتوى موقع النت. طيب هنا مثلا هقول له ان انا عايز اضيف نص هنا، تقدر تكتب اللي انت عايزه. هنا تقدر تغير الايقونة لو انت عايز تغير اللون بتاعتها او الشكل بتاعها زي ما انت عايز. ممكن تقول له عايز اغير التخطيط. طيب ممكن تكتب بقى عنوان مثلا هنا شباك، خلي بالك هو استنتج ان انا في دولة عربية فبكتب عربي فاعملها لي بشكل دوت، شباك مثلا او بلكونة او اي حاجة. هنا تكتب وصف، هنا تكتب موقع بحيث لما يدوس عليه يدخل على الموقع دوت، مثلا موقع جوجل مثلا اي موقع انت عايزه. وممكن تخلي فيه تكست موجود هنا، مثلا اضغط هنا بالشكل دوت، هو لما يدوس هيبدأ يفتح له الحاجة دي. ممكن تكون انت عايز تحط صورة، يعني لما يدوس على البلكونة دي تفتح له صورة معينة فتحمل اي صورة. مثلا هحمل الصورة دي، يبقى اول ما يدوس هنا هو اوتوماتيك هتفتح له الكلمة دي وتفتح له اللينك دوت وتفتح له الصورة اللي هي بتحمل دلوقتي. طب عايز احط صوت، مجرد تدوس هنا هيبدأ ان هو يسجل، هيبدأ ان هو يسجل. يبقى انا كده عندي تكست وعندي زرار وعندي تسجيل، جاري التسجيل هوقف خلاص التسجيل وقف، هيبدأ ان هو يسجل. يبقى انا كده عندي تكست وعندي زرار وعندي تمام. طيب عايزين نضيف علامة تانية مثلا هنا، طيب هنا بقى عايز تضيف تسمية نص، عايز تضيف محتوى من موقع ويب زي ما انت عايز. تمام، هيقولك حطلي اللينك هنا اهوت، وتقدر تغير العلامة اللي تحب. يبقى انا عندي زرار اهو وعندي زرار اهو، في اي وقت ادوس عليه واحد فيهم بيبدأ ان هو ينقل الحاجة دي. طيب خلينا نضيف علامة تانية ونقول له احنا عايزين مثلا تسمية نص مثلا اهو، هنحطها هنا كده وتكتب التكست اللي انت عايزه، مثلا مرحبا بكم وتم. طيب تقدر بقى تدخل على الاعدادات لو انت عايز تحط مثلا لوحة معلومات او نظام الوان،
تغير بيها الشكل بتاع الزراير وكده، نافذة مبوثقة كبيرة، تمام، كفر صوت متحركة، تحميل صوت، تبدأ تختار ايه الحاجات اللي انت عايزها، وبعد كده تقول له تم، فيبدأ يجهز لك الفيديو بالشكل دوت. تقدر تيجي هنا يبدأ يوريك الصوت والصورة وكل حاجة، وكذلك دوت، تمام، وكذلك دوت اهو، يبدأ يجيب لك مرحبا بكم، وده بيجيب لك الشاشة بيحمل الصورة تاني من هنا. طيب تعالى بقى نقول له، بص لما تقول له شير، شير لينك والامبيدد اون ويب سايت، تقدر تاخد اللينك وتحطه في الموقع بتاعك، بس ده طبعا ايه، يكون بفلوس ابجريد. شير لينك هيديك اللينك اللي تبعته للناس، فالناس تدخل على الموقع بتاعك وتبدأ انها تشوفه بالشكل دوت، وتقدر تعمل له كيو ار، الناس تعمل مسح ليها وتبدأ انها تشوفها بشكل كويس. طيب خلينا نقول له جو تو، ده اللينك اللي هتشاره مع الناس، فيبدأ الدرس التعليمي يشتغل معاك. وفي أي وقت عايز تعدل تقدر تقول له إيديت، فتعدل الحاجات دي كلها. هنا البرايف سيتنج، في إمكانية إن أنت لو النسخة بفلوس إنك تعملها شير للناس كلها، أو تخليها مخصصة ليك بس أو الفريق بتاعك بس. ممكن بقى تبدأ تنظمها وتعمل لها تغير الاسم، أو تحطها في فولدر، أو يجيب لك الإحصائيات في كام واحد دخل على الموقع دوت، أو تنسخها، أو تغير الخلفية، أو تعملها داونلود، أو إن أنت تلغيها. بس هي دي فكرة إن أنت تقدر تعمل دروس تفاعلية وتشاركها مع الناس، ولو هي نسخة مجانية بتقعد 59 يوم أو يعني شهرين يعني.